بين القسم الاول وهو الدائر حاليا متعلق باستكمال الاعضاء الذين لم يتمكنوا من مناقشه بيان الحكومه من الادلاء برايهم عقب انتهاء الاعضاء من الادلاء برايهم في البرنامج ستبدا الجلسه الثانيه وهنا يبدا الاجراءات الرسميه في التصويت على منح الثقه لبرنامج الحكومه بحضور رئيس الوزراء. استاذ محمد، يعني حتى الان هل لديك فكره بالنسبه لابرز ملاحظات النواب حول برنامج الحكومه المقدم؟ يعني هي الملاحظه الابرز كما اشرنا في مرات سابقه هي المتعلقه بعدم وجود جداول زمنيه خاصة ب يعني برنامج تنفيذ الحكومة حتى يتمكن المجلس من متابعة مهامه الرقابية على الحكومة. طلب كثير من الأعضاء وحتى تقرير لجنة الرد طلب أيضا، أقصد هنا تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة، طلب وضع جداول زمنية يستطيع المجلس من خلالها مراقبة مدى التزام الحكومة في تنفيذ برنامجها. أيضا فيما يتعلق بالخدمات العامة التي تخص حياة المواطنين بشكل مباشر مثل التعليم والصحة، طلب النواب بزيادة الإنفاق الحكومي فيها. طلب النواب أيضا وهذا ما تضمنه التقرير الذي سوف يناقش، يعني يستكمل مناقشته الآن، الاهتمام بفكرة العدالة الانتقالية والتركيز على مجموعة من البرامج تصب في النهاية في اتجاه تحقيق هذه العدالة. تقريبا دي كانت أبرز الملاحظات على البرنامج الحكومي. أستاذ محمد، يعني كيف ستكون آلية التصويت؟ يعني بالنسبة لهذه الملاحظات هل يمكن يعني أن تضاف إلى آلية التصويت بشكل أو بآخر، أم أن التصويت سيكون يعني بالموافقة وعدم الموافقة فقط بشكل عام على البرنامج؟ النقطة دي حضرتك فيها شقين، الشق الرسمي اللي هو بيتحدث عنه الدستور بيقول يا إما تقبل الحكومة البرنامج أو ترفضه، يا إما تقبله كاملا أو أقصد هنا المجلس، يا إما المجلس يقبل البرنامج كاملا أو يرفضه كاملا. نعم. ولكن ما تم الاتفاق عليه وهذا ما صرح به المستشار العجاتي إن الحكومة ما عندهاش مانع من أخذ ملاحظات النواب في الاعتبار وتعديل برنامج الحكومة وعلى أن تضمن غالبية الملاحظات برنامج الحكومة. النهارده جاي رئيس الوزراء هيحضر لجنة التصويت، هيتم في قبل يعني بعد بدء الجلسة مباشرة وقبل مقرر اللجنة هيبدأ كلمته، متوقع عليها إنه يستجيب لعدد من ملاحظات المجلس. وهنا تأتي الإجابة على سؤال حضرتك إن بالفعل الحكومة أعلنت إن ما عندهاش مانع إنها تستجيب لهذه الملاحظات، وده المتوقع إنه يقوله رئيس الوزراء يعني خلال دقائق، يعني من المفترض أن تبدأ جلسة التصويت خلال الدقائق القادمة عقب انتهاء الأعضاء من المناقشة. يعني يبقى أن أقول لحضرتك إن الحاصل حاليا إن المجلس هيوافق على برنامج الحكومة وفقا للمؤشرات الموجودة حاليا، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات اللي أبداها المجلس، وده اللي هيعبر عنه رئيس الحكومة في كلماته. هياخد كلمة رئيس الحكومة، كلمة من رئيس لجنة إعداد تقرير الرد على بيان الحكومة اللي هو وكيل المجلس أيضا السيد الشريف، السيد محمود الشريف، هيبدأ في تلاوة يعني ملخص التقرير اللي خلص إليه المناقشات، وهيوصي في نهاية كلماته بالموافقة على بيان الحكومة، وهو ما سوف يعرضه رئيس المجلس على الأعضاء وفقا لما لدينا المعلومات وفقا لتصريحات سابقة من رئيس المجلس، وحتى التقرير اللي عدته اللجنة الخاصة كلها بتصب في اتجاه ان المجلس هيوافق على برنامج الحكومة. أستاذ محمد، متى المتوقع حضور رئيس الوزراء في الجلسة الثانية؟ يعني هو كان من المفترض ان يكون رئيس الوزراء في المجلس الان، ولكن نظرا لظروف خاصه بيه وايضا
استقبال رئيس المجلس لوفد من دولة ألمانيا، أجل شوية الجلسة، جلسة التصويت، والآن الأعضاء رئيس المجلس يدير جلسة يعني سماع مناقشات باقي الأعضاء. وأعتقد إن خلال يعني دقائق إن شاء الله هنكون أمام الجلسة الثانية اللي بيحضرها رئيس الوزراء وعدد كبير من حكومته لحسم يعني رأي المجلس في أمر برنامج الحكومة. بشكرك شكرا جزيلا.